السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة تابعني، أنا اسمي نور، عاشقة للشغل اليدوي. النهاردة مع بعض هنعمل هلال رمضان بفكرة جديدة. من بواقي القماش اللي عندك ممكن تستغليه وتعملي أفكار لرمضان وزينة تجددي بيها بيتك ويفرحوا بيها أولادك. هنا هنعمل مع بعض الهلال، هنثبت الباترون بتاع الهلال. معانا هنا قماشة اتنيناها على 2، ابتدينا ثبتنا الباترون، هنبتدي نقص حواليها ونسيب 0.5 سنتي عشان الخياطة. احنا خلاص قصيناها، هنا معانا صورة بننزلها من برنامج بنترس، نطبعها عند أي مكتبة طباعة ليزر. هنبتدي نقصها ونفرغها. هنتعلم النهاردة الطباعة على القماش بطريقة سهلة وبسيطة خالص، تقدر تعملي بقى أفكار كتير مش بس رمضان. هنا خلاص فرغناها، معانا ورق الزبدة، هنشوف هنحط الصورة فين بالظبط. معانا هنا ورق الاستريتش بتاع المطبخ، هنبتدي نقيس على قد الصورة. هناخد 2، هنحط واحدة تحت الصورة واحدة من فوق. وفي الخطوة دي نكون احنا بنسخن المكوى على درجة حرارة عالية. نبتدي نجيب ورقة الزبدة ونحط الصورة ما بينها. هنبتدي نكويها. هتطلع معاكم بسلاسة. هنبتدي نقص الزيادة، دي خطوة مهمة. لأول مرة تابعني منساش الاشتراك في القناة. هنا خلاص هنحط ورقة الزبدة، حط الصورة فوق الهلال أو أي قطعة قماش، أو انت حابة تعملي مفرش تعملي أي حاجة، تحطي الصورة تثبتيها على قطعة القماش وتجيبي ورقة الزبدة تيجي حطاها فوقيها. نبتدي نكوي، مش هتاخد منك دقيقة أو دقيقة ونص تتأكدي ان هي ثبتت على القماش. هنا هتطلع ورقة بسهولة، بس هنا بقى تلاقيها ناشفة ومتتأثرش بالمية، تغسليها تبقى تطلع عادية خالص وبطريقة سهلة وبسيطة خالص. هنبتدي نخيط الهلال او ممكن بمسدس الشمع لو ما عندكيش مكنة، ونبتدي نجيب الفايبر ونحشيه. تابع معايا التكملة، متنسيش اللايك.